فاز السيد بوزيانو تيتي بجائزة الطاقة الدولية لسنة 2016 في مجال البيئة التي تمنحها منظمة الطاقة الدولية عن مشروعه إنشاء محطة بيئية بدوار أصل إقليم الحوز لمعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور عدد من أفراد أسرته وأصدقائه وممثل عن السلك الدبلوماسي المغربي. وقد تسلم السيد بوزيانو تيتي الجائزة من يد المستشارة الاقتصادية للنمسا بزوريخ. التتويج للعمل الجمعوي وللفعاليات المجتمع المدني سواء داخل الوطن يعني في المغرب أو لجمعيات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهو في واقعة الحال تتويج كذلك للمرأة المغربية باعتبار ان في هذا المشروع في شابتين مغربيتين يعني مهندستان التي عاملة جهدا كبيرا في انجاز هذا المشروع، وكانت مجهودات صعبه جدا اضافه الى التقنيه المستعمله، ولكن كانت مجهودات كبيره نظرا لصعوبه العمل في ميدان يعني في كثير من الرجال فقط ليس في كثير النساء. وهو تتويج كذلك للمغرب باعتباره قيمة إضافية، ولا سيما أن المغرب مقدم على تنظيم تظاهرة عالمية اللي هي قمة المناخ في نوفمبر 2016 بمراكش. أنا كممثلة للملحق الاقتصادي النمساوي في زوريخ لي كامل الشرف أن أحضر حفل تتويج شخصيات المنظمات التي تقوم بمشاريع في مجال التكنولوجيا الجديدة. هذه السنة كان لي شرف خاص لأقوم بتقديم جائزة الطاقة الدولية لسيد بوزيانو تيتي على مشروعه النموذجي الذي تم إنجازه بالمغرب. هذا المشروع الفريد من نوعه ليس فقط يجمع المال والابتكار، بل يعتمد على فهم خاص للثقافة والعادات المحلية في القرى التي تم فيها إنجاز هذا المشروع. وقد تم تتويج السيد أوتيتي بفضل خبرته وتجربته في مجال البيئة والماء، فهنيئا له بهذا التتويج. واستغرق إنجاز هذه المحطة 6 سنوات بتكلفة إجمالية تجاوزت المليار سنتيم. كان لمنظمة دروسوس السويسرية 90% من تمويل المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين الجمعية المغربية السويسرية للبيئة والتنمية وجمعية أصلدا. ويهدف المشروع إلى معالجة المياه العادمة الناتجة عن الأمطار أو مياه الصرف الصحي التي تكون سببا في تدمير البيئة وفي انتشار الأمراض، وإعادة استخدامها في الزراعة وحماية الساكنة من خطر هذه المياه، وفي الحفاظ على البيئة وعلى المياه من التلوث. أعتبر أن هذا المشروع هو في أصله يعني مشروع اجتماعي أساسا، لأنه لصالح الساكنة ولصالح الساكنة القروية التي بطبيعة الحال تعاني من خصاص في مجال الماء وفي مجال معالجة المياه. إذن من هذه الناحية هذا فإن هذا المشروع له أهمية اجتماعية قصوى، له أهمية أيضا كمشروع نموذجي الذي يمكن أن تستفيد منه بقية الجماعات الترابية بالمغرب سواء بجنوب المغرب أو بشماله، والتي يمكن أن تستفيد من التجربة التقنية التي طورتموها بمساعدة الجهات السويسرية المختصة في هذا المجال. وفي هذا الإطار أيضا تم تمويل المشروع، ويمكن الاستفادة أيضا من أشكال هذه التمويلات لدعم مشاريع أخرى سواء في مجال المحافظة على البيئة أو في مجال الماء أو في مجالات أخرى التي تهم أولويات السياسة التنموية ببلادنا. وعرفت المسابقة مشاركة أكثر من 154 دولة تقدموا بأزيد من 800 مشروع في مجال الماء. وتعنى هذه المنظمة التي يوجد مقرها بالنمسا بالحفاظ على الموارد البيئية وتحسين جودة المياه والهواء، ويبقى هدفها هو عرض المشاريع البارزة على أوسع نطاق من الجمهور والتأكيد على وجود الحلول المناسبة للعديد من المشاكل البيئية. تتويج السيد بوزيانو تيتي بجائزة الطاقة الدولية لسنة 2016 هو تتويج لكل الكفاءات المغربية بالمهجر.
التي لا تذخر جهدا في تمثيل المغرب أفضل تمثيل في المحافل الدولية وبدول الإقامة، وفي جلب الاستثمارات لصالح البلاد والعباد، خاصة إذا وفرت لها كل الإمكانيات الضرورية لإبراز مواهبها وكفاءاتها في مختلف المجالات. لقناة مغاربة العالم، الغالي محمد رشاجدة، زوريخ.